قدم تحية لكل أم، كل واحدة في مكانة الأم الحماة، لأن الناس برضو بتنسى القصة دي، إن حماتي زي أمي، إحنا بنوجه لها برضو التحية. صحيح. الخالة، خالة أم، واللي عاشت وربت وربنا يا رب كريمة، واللي حرمت من الأمومة برضو بنوجه لها التحية، واللي حرمت حتى من الزواج بنوجه لها التحية. وكل دول بلا استثناء مبتلون فيما أعطاهم الله تعالى أو منعهم، بس حبيت أقول ده في المقدمة.